ايوه انا نازله. ايوه يا امي، عارف ان انا تعبانه ومش عايز تيجي معايا عند الدكتور، راح يقعد مع اصحابه وسايبني اروح لوحدي. انا هوريك. اهلا بالباشا، اتفضل. وانت نازله ولا ايه؟ نازله ولا ايه؟ اه انت نازله واقفه فين؟ راح للدكتور، حضرتك مش عايز تيجي عنده معايا. واخد معاك الدكتور ده وامك وابوك فين وخدك فين؟ بطل اقف بقى، كفايه قوي. وانا عشان اتجوزتك اعرف نفسي، وانا متجوزك استريح ولا اتعب معاك واروح لدكتور واروح معاك السوق واروح مش عارف لمين واروح للمدرسه مين. انا مالي الوجع الدماغ ده كله؟ لا مالكش دعوه بيه خالص. لما تروح بس تاخد بنت الناس من بيت اهلها، يبقى اعرف كويس قوي تبقى معاها روحي زي ما هي معاك على الحلو. طب بنت الناس بتاكل وتشرب وبتنام في بيتي بفلوسي. عامة انا مش هقدر اعيش معاك اكتر من كده، انت بني ادم لا تطاق. لا تطاق؟ حلوه الكلمه دي، جبتها منين؟ انا هرفع عليك قضيه خلع وهكسبك واخد كل حقي منك. اوعى. بقول لك ايه؟ مفيش نزول، خش جوه. مفيش نزول؟ بقولك ما تخلينيش اتصل ببابا. بابا سلامت بابا، خش جوه يا بت. بقولك تستني. بقولك خش جوه، عارف واحدة هخصلك وشك. هخصلك يعني كمان هتضربني؟ هضربك وهخصلك عظمة. خش جوه. تستني. والله ما هتنزلي، خش جوه. هتصل على ابويا. خش جوه في داهية. بابا بابا. ايه القرف ده؟